بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أحياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس شرح رواية ورش من طريق الشاطبية. نشرحها هكذا من المصحف، وقفنا عند قوله تعالى: يا أهل الكتاب. يا أهل مد المنفصل فيه الإشباع. إنما المسيح عيسى في الوقف عليها وجهنا الفتح والتقليل لأنه من ذوات الياء، وفي الوصل عيسى بن مريم لا تقليل لالتقاء الساكنين، فنقرأ فقط بوجه الفتح. إن ابتدأنا اختبارا ب ابن نبتدئ بهمزة مكسورة، ابن مريم. مريم لا ترقيق في رأيها، راؤها مفخمة. وكلمته ألقاها إلى مريم، مدان منفصلا، وكلمته ألقاها إلى، فيهما الإشباع. ألقاها من ذوات الياء، فيها وجهان الفتح والتقليل. فآمنوا بالله ورسله، فآمنوا بدل، فيه الأوجه الثلاثة: القصر والتوسط والإشباع. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، هنا التقاء الساكنين، فنضم فلا يقرأ أحد ثلاثة انتهوا بتحقيق الهمزة، لأن هذه همزة وصل ليست همزة قطع. وفي الابتداء نبتدئ بهمزة مكسورة: انتهوا خيرا لكم. خيرا، راء مفتوحة قبلها ياء ساكنة، ترققوا الراء. انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. صلة بم الجمع هو عبارة عن مد منفصل في الإشباع، وفي الوقف نقف بالإسكان. سبحانه أن يكون له ولد، مد منفصل فيه الإشباع. له ما في السماوات وما في الأرض، نقرأ حركة زي الساكن قبلها، وكفى بالله وكيلا، وكفى من ذوات الياء لنا الفتح والتقليل. اجتمع لنا ذات ياء في ألقاها وفي وكفى، وعندنا بدل في فآمنوا. طبعا عيسى لا تقليل في الوصل لالتقاء الساكنين، على الفتح في ذات الياء لنا في البدل القصر. وعلى التقليل لنا القصر ولنا الإشباع كذلك. وعلى التقليل بين لنا التوسط في البدل ولنا كذلك الإشباع. ولا الملائكة المقربون، الملائكة مد المتصل فيه الإشباع. فسيحشرهم إليه جميعا، صلة ميم الجمع هو عبارة عن مد منفصل فيه الإشباع. فأما الذين آمنوا بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. فيوفيهم أجورهم، صلة ميم الجمع هو عبارة عن مد منفصل فيه الإشباع. وأما الذين استنكفوا، إن ابتدأنا بها نبتدأ بكسر الهمزة، استنكفوا اختبارا فقط. فيعذبهم عذابا أليما، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، راء مفتوحة قبلها ياء ساكنة، ترققوا الراء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها مد منفصل في الإشباع، قد جاءكم مد متصل في الإشباع، وأنزلنا إليكم مد منفصل فيه الإشباع. فأما الذين آمنوا بدل فيه الأوجه الثلاثة المعروفة.
ويهديهم إليه. صلة ميم الجمع وهي عبارة عن مد فصل في الإشباع. هذا ما فسح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.